السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام، السلام ورحمة الله. الصوت كويس شباب؟ ممتاز. الله يحييكم. طيب يا شباب، أتمت. طيب، عندنا محاضرتين يا شباب، إن شاء الله قصيرة وإن شاء الله تفهمون وبتجاوبون بإذن الله. طيب، حنبدأ بإذن الله بالنك أند باراثيرويد سويلينج. هذه الأوتلاينز. نبدأ بالكلاسيفيكيشن. طبعا الكلاسيفيكيشن is very important، يعني في النك سويلينج ممكن في 50 diagnosis. If you get through this classification, you will get two diagnoses, one diagnosis, maximum three diagnoses. مثلا etiology, it's congenital or acquired. Jack baby, he was born with this neck swelling. This will be congenital. So you will keep 10 over 50. طيب location حق ال swelling في ال midline or lateral. ولا في ال lateral. So you will have two to three diagnoses. لما تروح للconsistency والله cystic، اوكي هنا حتلقى one diagnosis only، cystic hygroma. ف if you go through this classification you will get the diagnosis، لأنه neck swelling have a lot of diagnosis. طيب anatomical division of the neck is very important. عندنا anterior triangle و posterior triangle. The anterior triangle حيكون من superior mandible في the lateral sternomastoid muscle وفي the middle the midline. فهذا the anterior angle. طبعا if you know the angles وتعرف the subdivision حقها وال content you will have the diagnosis, right diagnosis. So the anterior triangle فيها أربع subdivision. في submandible, submental, والcarotid, والmuscular. The posterior triangle حيكون من the anterior sternomastoid muscle ومن the inferior clavicle ومن the posterior trapezius. وينقسم إلى occipital بالomohyoid muscle، حيكون occipital supraclavicle. طيب نتكلم على the anterior triangle في the submandible triangle. في submandibular triangle إذا كان عندك swelling طبعا هيكون cystic or solid. إذا كان cystic عادة هتكون رانولا. الرانولا هذه cyst طالعة من sublingual salivary gland which may be extend submandibular subdivision or submental. أوكي عادة هي تكون في floor of the mouth which can be extended to submandible و submental. اوكي بالنسبه للليمف نود any solid swelling في النك كانت multiple most likely حتكون ليمف نود even if they كانت single ليمف نود. في submandible ممكن تكون submandibular gland. اوكي واللي يفرقها عن submental لما نروح للsubmental triangle إذا كانت cystic زي ما قلنا رانولا، وإذا كانت solid هتكون lymph node لأنه هنا ما فيه glands. أوكي في الكاروتيد تراينجل اللي في هذه المنطقة either هيكون ال swelling cystic or solid. طبعا the most common thing is the cystic branchial cyst. إذا كانت solid multiple هتكون زي ما قلنا lymph node. طبعا في الكاروتيد تريانجل اذا كانت سيستك حتكون ايش برانكيال سيست ومن ضمن الدياجنوستس كاروتيد انيوريزم. يو هاف تو ميك شور انه تعرفوا انه الكاروتيد انيوريزم والكاروتيد بادي تيومر. الكاروتيد انيوريزم حيكون سيستك، اذا كان سوليد حيكون الكاروتيد بادي تيومر.
فلو جاك سؤال مثلا قال لك في سويلينج جاي من الكاروتيد تراينجل سوليد وسنجل، ايش حتجاوب؟ حتجاوب كاروتيد بادي تيومر. اذا قال لك سيستيك حيكون كاروتيد انيوريزم مثلا. اوكي، very important. طيب البوستيريور تراينجل سويلينج، طبعا زي ما قلنا بين السترنوماستويد والكلافيكل والترابيزيس، حيكون يا ايذر سيستيك او سوليد. الموست كومن سيستيك اللي سيستيك هاي جروما، حتى تيجي في البدياتريك حنتكلم عنها، والتبركولوسيس والنذر ديفرنشيال دياجنوسيس. طبعا زي ما قلنا اني مالتيبل سوليد حيكون ليمف نود، even اذا كان سنجل حيكون ليمف نود واحده من ديفرنشال دايجنوسيس. السيرفايكال ريب حيكون اكسسوري سيرفايكال ريب هنا او من ستيرنوماستويد تيومر في المصل. نتكلم عن الباراثايرويد جلاند، ما راح نخش ديب، ما راح نقول نكون ميديسن، ولكن موست امبورتنت ثينج الهايبر باراثايرويدزم. نفرق بين البرايمري والسكندري والتيرشري. اوكي، في البرايمري حيكون البروبلم في الجلاند، غالبا 85% حتكون في ادينوما في الباراثايرويد، فيصير في انكريزنج في الباراثايرويد هرمون. هذا حيزيد لك، لما يزيد الباراثايرويد هرمون الكالسيوم حيزيد. في السكندري البروبلم مش في الباراثايرويد هرمون، البروبلم في الكالسيوم از لو فور اذر ريزون لايك رينال فيلير، يصير عندهم هايبوكالسيميا. فالباراثايرويد to compensate that by increasing الباراثايرويد هرمون. اوكي، المرحلة الانتقالية لما يزيد الباراثايرويد هرمون حيزيد الكالسيوم في البلد، فتلقى التيرشري هايبر باراثايرويدزم، الكالسيوم هاي، باراثايرويد هاي، والفوسفيت هاي. اوكي، لو قال لك مثلا patient has neck swelling، اوكي، وفي اللاب عنده 3 كلها هاي، حيكون تيرشري من اسمه تيرشري، يعني ثلاثة كلها increasing. احفظها كذا. اوكي، طبعا كل ال diagnosis او سوري ال clinical features حقتها حتكون من الكالسيوم deposition في البادي. That's why you have to ask about systemic review للبودي كامل. طيب السيرفايكال لينف نود، طبعا في النك له ليفل غير التراينجل اللي قبل. لما نتكلم عن اللينف نود we'll not go deep for this، ولكن الموست كومن سويلينج في النك اللي هو اللينف نود. اللينف نود طبعا هو increase in the size اذا كان في infection، any infection في الهيد اند نك، tonsillitis، any infection ear that will you'll find the swelling in the lymph nodes. The other causes metastasis tumor from the head or neck or other side. Our primary cause from the lymph node itself. Okay, يصير فيها tumor. Cystic hygroma. Cystic hygroma هو error في development حق lymph node sac or lymph vessel. فالغالب الكلينيكال بيكتشر حقتها البيبي هي ويل بورن وذ ذا اسيست. اوكي، سم تايم يعني نوت ذا ماجوريتي في الادلت افتر تروما. سو وين يو اسك البيشنت اف كان بيدياتريك بورن وذ ذا سويلينج اند انكريزينج ان ذا سايز و ريزينج فروم ذا بوستيريور تراي انجل. اوكي، when you do examination you will find it soft, compressible. طبعا it's full of fluid so it will be dull اذا سويت percussion، و fluctuating easily لانه موجود فيه fluids. فهذه it's very important in clinical picture guys. والcystic hygroma تطلع من البوستيريور زي ما قلنا قبل شوي من البوستيريور تريانجل. في النك ابسس most common causes of tonsillitis في البيدياتريك، وفي الأدلت إنه أودوتنجينيك أوريجين، يعني من الأسنان أو في أبسس أو بروسيجر
في الدنتال بروسيجر ذاتس ويل ميك نيك ابسس. ف يوجوالي البيشنت كيم لايك اني ابسس هاف سيفير بين اريثيما سويلينج هوتنس. When you ask him about the history, maybe he will have recent dental procedure or respiratory infection or mouth or neck trauma. In this case, you have to ask about the respiratory. I know maybe it's causing the narrowing for airway. Okay. This is the first lecture. I'm trying to make it short and mention the important things. في أي سؤال على الفيرست ليكتشر؟ واضح يا دكتور. ممتاز. وخليكم منتبهين معايا يعني لما أقول لكم الأشياء هذا، أوكي؟ طيب we'll start to the next lecture اللي هي clinical feature of space occupying lesion. The outlines, definition. Okay. The brain is very sensitive organ, okay? Any occupying lesion it will irritate the brain, okay? Whatever the cause, it's a neoplasm benign or malignant or hematoma or anything, it will cause irritation to the brain, okay? So the pathophysiology, okay? A tumor for the brain, either metastasis or in the brain. Well, the size of the skull is very small. So either arising any mass, it will make pressure. And that will increase the intracranial pressure. The same thing for the bleeding. The bleeding, when there is a bleeding for the brain, there will be space, there will be hematoma, it will make pressure on the brain. After that, will increase the intracranial pressure and they will give you the symptoms of intracranial pressure. Sinus symptoms is very important. Usually anything in the brain, it will give you headache, vomiting, later on seizure. ولكن لما تتكلم عن أشياء محددة حتكون مثلا إذا في distortion في the blood vessels حيعطيك headache. وإذا كان في compression في the optic nerve, most likely حيعطيك لما تسوي examination للآي بابيلا ديما. So if you have any مثلا occupying space occupying lesion compressing the optic nerve, it will give you what? Headache? No. Pupil edema? True. Vomiting? No. Anything disturbed in medulla? Yeah. Any lesions ضغط على المدلة حيعطيك symptom حقة vomiting. Okay. طبعا في الليت حيعطيك على حسب البريشر جاي في اي بارت من البرين حيعطيك السيمبتومز، اوكي؟ ولكن زي ما قلنا كومبريشن اوف اوبتيك نيرف حيعطيك لما تسوي اكزامينيشن للاي حيعطيك ايش؟ حيعطيك باب الاديما. طيب الاندرلاين كوزز طبعا ممكن يكون انفكشن، ابسس، فاسكولار ديزيز مثلا هيموريج، انفراكشن، ارتيريو فينوس مالفورميشن، hydrocephalus, neoplastic, جميع أنواعها, neoplastic or cerebral edema. Anything is compressed the brain. Okay. نتكلم عن vascular disease. مثلا ال extradural hemorrhage. لو تشوف الصورة هنا في ال CT, it's accumulation of blood between the skull and the dura. Okay. وحيكون شكلها داخل على البرين. في السب دورا هيكون between the dura والarcanoid membrane. هيكون ماشي زي ماشي مع البرين زي الهلال شكله. بينما الاكسترا ديورال هيكون داخل على البرين لأنه between the skull and the dura. هذه between the dura and arcanoid membrane. في السب arcanoid hemorrhage هيكون الهيموريج almost في spaces اللي في البرين. اوكي. والبرانكيمال hemorrhage هيكون داخل البرين. اوكي. فإتس فيري امبورتنت تعرف الديفينيشن حقت كل واحدة، اوكي، واللوكيشن حق البليدنج لأنه إتس فيري جنرال خصوصا إذا كنت في الـ AR وجاك واحد هيت انجري أول شيء يسوون CT
ف this is basic يعني عشان تشوف شكل البليدنج كيف وايش نوع الهيموريج حقه. البرين انفراكت هو مثلا صار في ثرومبوسيس في الفيسلز، المنطقة اللي ما يوصلها البلد حيكون فيها إديمة also secondary hemorrhage من الضغط اللي يجي مثلا الـ blood vessels، الـ blood يجي على الـ في الارتري، يمشي في الارتري يلقى thrombosis، الـ pressure حيصير على الـ wall من الجنب وممكن يكون في secondary hemorrhage. طيب الـ infection، infection عندنا epidural abscess هيكون بين الفرتبرا والسكال اند ديورا، اوكي، او سب ديورا الامبيما اكوموليشن في الابسس، اوكي. في المننجايتس اتس فيري امبورتنت، لها فيتشر كلينيكال فيتشر سبيشال فور ات اللي هي الفيفر والنيك ستيفنس، okay it's very important. The brain abscess can be anywhere في البرين. طيب التيومر، التيومر either انه طالع من البرين نفسه من التيشو في the brain or from the other cell types من other than brain tissues. okay الهيدروسيفالس هي increase في cerebral fluids، في cerebral spinal fluids موجود، اوكي. If it's increased it will cause this picture، the ventricle it will be dilated. طبعا لها two causes، انه obstructive فيكون في obstruction فيكون زي ما تقول تصريف ما يمشي، اوكي. النوع الثاني اللي هو communicating، متصل مو obstructed، ولكن المشكلة في ايش؟ في resorption. ففي نوعين للهيدروسيفالس، very important to know the causes of the each type. okay thank you guys. any question؟ thank you كثير العافية دكتور تسلم. ما أبغى أطول عليكم، أعطيكم أشياء مهمة وتجاوبون في الاختبار إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك العافية دكتور. الله يسلمك. اكتبوا بالله الرقم الجامعي شباب، كل واحد يكتبوا في الشات. الله لا يهينكم شباب. أهلا وسهلا، بيض الله وجهك يا دكتور، ما قصرت. وياك حبيب، الله يرضى عليك. الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. السلام عليكم. أهم شيء ركزتوا معايا. لا والله أكيد مركزين. ما أدري عن معاذ تميمي صراحة، ممكن نايم ولا شيء. لا لا معاذ قاعد ياكل بيض وجبن. حبيبي ترك كلامنا حبيبي الكل. سم فيصل حربي، فيصل الو. هلا. اي خلاص، ها خلاص تمام شباب. الفرنسك بما يكون موجود صار اسبوع العاشر الحمد لله. كفو اسبوع العاشر الفرنسك يا دحوم. اي نعم الفرنسك اسبوع العاشر. اسبوع العاشر يعطيك العافيه بكسار. بس الكوز متى؟ الكوز اسبوع الجاي اي يوم الهم بحاول. طيب نفس المحتوى القديم ولا بياخذون محاضره الاسبوع ذا؟ نفس المحتوى بالله. حتى الكويز الحين انا قاعد احاول اوصل، خلصت من الكويز باقي الاوصل. زين الله يوفقك. طيب.